علاء اجيلك برضو، انت لعبت نفس البطولتين، بطوله عربيه خدت ذهب الله اكبر، انتوا الاثنين نفس الارقام تقريبا، نفس النتائج مش ارقام. جبت ذهب بطوله عربيه وكمان جبت برونز في بطوله الالعاب الافريقيه والالعاب سوري الالعاب البحر المتوسط. احنا النهارده بنتكلم عن برضو نفس القصه، بتتمرن في نادي الشرقيه مع كابتن محمد نجيب. بتمرن في الشرقيه ومع كابتن محمد نجيب مدرب الكابتن ابو عبد الرحمن. انت اصلا من الشرقيه؟ انا من الشرقيه. طب بدايتك مع الربح كانت ايه بقى؟ خلينا نبتدي من البدايه. انا صراحه يعني كان في 2014 2013 بتفرج على الرمح، بتفرج على لعب القوه عشان اخويا وانا صغير كان بيلعبها. كان بيلعب ايه بقى؟ كان بيلعب رمح برضو؟ لا اخويا كان بيلعب سبرنت، بيلعب 100 متر. تمام. بس هو مبطل دلوقتي لعب كره يد. بس وقتها كان بيلعب 2014 كان بيلعب. وكنت بتفرج على العاب القوى كتير وبتفرج على الكابتن هاني عبد الرحمن فحبيت وبدات مع الكابتن محمد نجيب وحتى الان لسه مستمر يعني. مستمر. طيب بتمرن كام يوم في الاسبوع؟ 6 ايام تقريبا كل يوم تقريبا. هو لازم يوم راحه في الاسبوع. طب انت بتاخد تمرينك بتبقى عباره عن ايه؟ هل هو رامي رمح طول الوقت؟ لا طبعا، هو ولا في فيتنس؟ بتمرن فيتنس وبتمرن حديد وبتمرن لياقه جري والرمي كل حاجه. كل حاجه. طب كلمنا عن بطولة عربية، دخلت ازاي؟ تأهلت لها ازاي؟ ما انت النهارده في عشان تأهلها. انا تأهلت من بطولة الجمهورية، كانت بتتلعب قبلها بحوالي اسبوعين في المنيا، رميت فيها 62 60 وتأهلت منها عملت اول. انت يعني انت تأهلت بطولة عربية عشان انت خدت اول جمهورية. تمام. وبعد كده خدت اول عرب. الفاصل ما بين الجمهورية وما بين العرب كان قد ايه؟ حوالي اسبوعين او 3 اسابيع. ما تفرقش كتير يعني. هو تقريبا انت كان نفس الاعداد ونفس كل حاجة. بس الغريبة ما شاء الله ان انت جبت في البطولة العربية أقل كمان شوية من رقمك، يعني رقم 62 أنت عملته في الجمهورية، جبت أقل حاجة بسيطة 61 وكسور. طب ده بيبقى حسب توفيق يعني. ما لناش توفيق من ربنا بس يعني مش أكتر يعني، على حسب كل ماتش، وكل ماتش ولظروفه. طب البحر المتوسط أنت فاكر مين اللي أخد أول وتاني؟ طبعا مين؟ تركيا خدت أول وتاني كرواتيا. كنت تعرفهم ولا أول مرة تشوف اللعيبة؟ لا كنت أول مرة أشوف اللعيبة طبعًا. طب خدوا يعني من يعني خدوا ذهب وفضة يعني أبعد منك بكتير يعني، ولا الفرق كان قريب؟ لا هي فرق مش بعيد قوي ولا قريب قوي يعني. يعني كان قد إيه مثلًا؟ يعني فاكر الأول جاب كام؟ تقريبًا 74 متر. 84 74 74 بس ده مش على فكرة يعني. يعني أنت النهاردة جيلان ما شاء الله. بس هم أكبر مني يعني، هم تحت 23 سنة، أنا بلعب مع السن الأكبر مني. يعني أنت 19 سنة، هم عندهم مثلا 22. فهم أكبر منك بثلاث سنين. فالتحول ده سهل تجيبه في ثلاث سنين. إن شاء الله. إن شاء الله. طب نفسك تعمل إيه؟ إيه اللي نفسك تعمله علاء؟ أنا نفسي أتأهل إن شاء الله لمباراة 2028. شايفها صعبة؟ لا إن شاء الله مفيش حاجة صعبة عن ربنا إن شاء الله. يعني فاضل 4 سنين. نعمل فيهم اعداد قوي، كابتن محمد نجيب يعني ان شاء الله يعمل لي اعداد قوي نتأهل. طيب ايه الطريق عشان دي صورتك؟ دي كانت فين بقى؟ في اسماعيليه؟ دي في البطوله بتاعت البحر المتوسط. ودي وانت بترمي الرمح صح كده؟ بالظبط، دي في البطوله العربيه. دي بطوله عربيه. البطوله العربيه كانت فين؟ اسماعيليه برضه. اسماعيليه، الاثنين كانوا في الاسماعيليه. بس يعني ما شاء الله يعني ستايلك حلو، يعني شكلك تحب تشوف، احب اتفرج عليك يعني ستايلك وانت بترمي الرمح، يعني شكلك حلو، الستايل كويس. طيب اهم حاجه قول لي قول بالظبط، ما هي تكنيك. طيب قول لي انت الطريق عشان توصل الاولمبياد طريقك ازاي؟ المفروض تعمل ايه؟ اهم حاجه التمرين، الاعداد يعني، بمشي اعداد على يوم الاداني، ماشي اعداد بدل نطلع فورمه لحديت يوم البطوله. بكون في احسن حالاتي لحديت يوم التاهيل، يعني تاهيل البطوله ببقى قبل البطوله بشهر. يوم التاهيل ابقى احسن في حالاتي، اكون رامي التاهيل رقم تاهيل ان شاء الله. انت اول مصري بينك وبين التاني في مصر قريب، الدنيا قريبه ولا بعيد عنه؟ يعني في البطوله اللي فاتت قريب، في البطولات اللي قبلها ساعات يبقى بعيد يعني، حسب كل ماتش. طب انت على مدار تاريخك برضو بتاخد اول جمهوريه على طول؟ اول جمهوريه على طول ما شاء الله. كل الاعمار السنين انت شاركت فيها؟ شاركت فيها. انت من اول تحت 12 سنه لحد تحت 20.